السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة طعام لذيذ. اليوم غنشارك معكم وصفة ديال الدجاج في الفران، كتجي سهلة وسريعة ولذيذة في المذاق. عندي 500 غرام ديال الدجاج، نصف ملعقة ديال سكينجبير، نصف ملعقة ديال الإبزار، نصف ملعقة ديال الفلفل الأحمر، عندي ملعقة كبيرة ديال المطار، عندي ملعقتين ديال زيت المائدة، هنا عندي 2 فصوص ديال الثوم، ملعقة صغيرة ديال الزبدة، عندي نصف حامضة، عندي ورق الغار أو ورقة سيدنا موسى، عندي إكليل الجبل أو ما يسمى بالأزير. ناخد الدجاج ديالنا ونضيف ليه التوابل والعناصر الأخرى. هنا أنا درت الزبدة باش كتخلي لينا الدجاج رطب ملي كندخلوه الفران. نضيفوا جميع العناصر ونحاولوا نمزجوها جيدا مع الدجاج. الزيت اللي بقى لينا غنضيفوا المرافق ديال الدجاج، غنديروا البطاطا نرافقوها بالدجاج. نحاولوا نحركوهم جيدا حتى تمتزج لينا جميع العناصر. قبل ما نبداو نوجدو في الدجاج ديالنا، انا سخنت الفران على درجة الحرارة عالية. ناخدو الصينية اللي كتدخل الفرن ونحطو فيها الدجاج. هنايا ما غنضيفو لا ماء لا زيت لان الدجاج كيطلق الماء. ناخذ الطازه نضيف لها الفلفل الحار، الملح والقليل من الزيت. حاولوا نمزجوها جيدا ونوضعوها في الصينيه اللي غندخلوا الفرن. هنا كل واحد يدير الكميه اللي يحتاج ديال البطاطا. بعد ما نوضعوها في الصينية نغطيوها بورق الطبخ وبابي ألمنيوم ونحكموها جيدا من الجوانب. ندخلوها الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة الحرارة متوسطة. بعد ما تدوز 25 دقيقة نخليوها 5 دقائق الأخيرة نعريو عليه باش يتحمر. موجة الدجاج ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا، كيف ما كتشوفوا الزبده كتخلي في هذا اللون الذهبي وكيجي رطب من الداخل. انا هنا رافقته بصلصه المايونيز، ضفت لها القليل من الكزبر، وانتم يمكن لكم ترافقوه باي صلصه. لو عجبكم الفيديو نتمنى انكم تبارطاجوا مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، دعموني بالاشتراك ولايك وتخلوا لي تعاليق زوينه.